أتمنى عليكم ما تفوتوا أي فرصة، أي فرصة على الإطلاق. الفرصة تمسك بأي فرصة أفضل من الجلوس في البيت، وفيها تراكم خبرة. الجلوس في البيت لن يأتي بنتيجة على الإطلاق. فأدعوكم جميعا اليوم، حاولوا أكبر عدد ممكن أن يلتقط أي فرصة، أي فرصة على الإطلاق. تستقبل النقابة من خلال قسم التدريب والتشغيل في النقابة مئات الطلبات سنويا من الشركات المختلفة داخل وخارج الوطن، وتقوم النقابة بتلبية احتياجاتهم من المهندسين الشباب وتنظيم المقابلات، إضافة أيضا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة المحلية منها والعربية لتدريب المهندسين الشباب وتشغيلهم. نطالب وندعو وزارة العمل إلى تكثيف وتركيز الجهود على الشباب وتحديدا المهندسين من خلال البرامج، من خلال الدعم، من خلال فتح أسواق جديدة، من خلال التأهيل ودعم برامج التدريب. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم الملك والوطن، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على آداب المهنة. مبروك. المهندس الأردني هو بنى هذا، بنى الأردن وبنى هذا الوطن الغالي علينا، وأنتوا اليوم راح تدخلوا في هذا القطار وتعمروا في بناء هذا البلد، وتكون لكم دور إيجابي إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم على أعتاب هذه الحياة الجديدة المليئة بالتحديات والبذل والعطاء. أيها المهندسون الشباب، لا مجال أمامكم في عصر التحديات إلا الإبداع، فإن لدينا في الأردن المنافسة العالية بين المهندسين، وأن أعداد المهندسين المنتسبين للنقابة تقترب من 150,000 مهندس ومهندسة.